Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar channel Alfa Arkan ini semakin berkembang. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا في شهر رمضان من أهل رحمتك وأهل مغفرتك وأهل عتقك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu agar channel Alfa Arkan ini semakin berkembang. Terima kasih.